بكل خير صافرة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أجمل تحية مني محدثكم عبدالله الغامدي للوصف والتعليق على مباراة الفتح والشعلة، المباراة التي تأتي ضمن مباريات دوري زين السعودي للمحترفين وضمن الجولة السادسة عشر من هذا الدوري. إلتون جوزي ورفاقه، إلتون وزملاء في هذه المباراة يبحثون ويمنون النفس في الوصول إلى نقاط ثلاث هي الأثمن قد تكون للفتح، الكل يقول ذلك. هنا في الفتح، هنا دري السلمو يبدأ في كرة لمصلحة الفتح بكرة عرضية مرت من أمام الجميع، انتهت إلى ركلة مرمى لخالد ناصر. سريعا تشكيلة الفتح أيها الأحبة، حراسة المرمى عند عبدالله العواشير، رباعي خط الظهر عند عبدالله بوشقرة، كيمو سيسوكو، وأيضا اللاعب المتواجد بجانبه نتحدث أيضا عن عدنان فلاتة، أيضا متواجد اللاعب شادي بوهشهش ومحمد الفهيد ومبارك الأسمري، إلتون جوزي، دوري السلمو، وأيضا اللاعب حمدان الحمدان قائد الفريق. هذه تشكيلة الفريق الفتحاوي، بينما تشكيلة فريق الشعلة حراسة المرمى إلى خالد ناصر، يحيى كعبي، فيليب ومشعل العجمي، عبد العزيز عبد السلام، برج معوضة، لسانفاني، ومحمد القري، وفهد المنيف، حسن الطير، هذا اللاعب المغربي. الأضواء، كل الأضواء، الأنظار عند هذا اللاعب، لكن إلتون يبحث عن الأضواء، يبحث عن النقاط الثلاث في هذه المباراة لأنها الثمينة للغاية. هذا ما يقول أيضا مدرب الفريق التونسي فتح الجبال، المدرب الذي يقول بأن هذه المباراة نقاطها قد تكون هي الأثمن بالنسبة لمشوار الفتح في هذا الدوري، لأن القدوم من خسارة من أمام الهلال في بطولة كأس ولي العهد أكيد بأن لها أثرها، لكننا نسينا ذلك. نتمنى أن نفكر كثيرا في هذه المباراة، طوينا ملف وصفحة كأس ولي العهد، كذلك الحال للبطولة العربية، التفكير، كل التفكير فقط في دوري زين السعودي. نحن نبحث عن إيجاد نفسنا في مكان عال، في ترتيب عال في هذا الدوري، نطمح أن ننافس على الدوري إلى آخر جولة. هل سيفعل الفتح ذلك؟ هل سيصل إلى هذا أو إلى أن ينافس إلى آخر جولة بالنسبة لهذا الدوري؟ النفس في هذا الدوري طويل، ويجب أن يكون نفس الفتح طويل لكي يصل ولكي ينافس ولكي يواصل مسيرة المتميزة. كرة ملعوبة من برج معوضة، وصلت في وسط الملعب إلى السارفاري، كرة ملعوبة إلى الأمام، خطورة الشعلة أيها الأحبة تكمن أكيد عند حسن الطير، عند أيضا هذا اللاعب عبد الله فتاي. الآن البحرين يرسل كرة باتجاه حسن الطير، تتخلص، تعود إلى عبد العزيز بوشقرة، الكرة في وسط الملعب إلى محمد الفهيد لمصلحة الفتح، متصدر الدوري يلعب أمام الفريق اللي يحتل المركز العاشر. نتحدث عن الشعلة، الشعلة يحتل المركز العاشر بينما الفتح في الصدارة، الفتح اللي ما عنده أي خسارة في الدوري حتى الآن، بينما الشعلة اللي عنده 9 خسائر في الدوري، وهو رقم ليس رقما بسيطا أو ليس رقما عاديا، بينما هذا المدرب التونسي إلى جانب فريقه حتى الآن هم يواصلون المسير بامتياز، حيث أن الشعلة أو الفتح أيها الأحبة الفريق الذي لعب ل 15 مباراة تعادل في 3 مباريات، والفريق اللي يحتل صدارة الترتيب بالنسبة للدوري. أيضا نتحدث عن فريق الفتح هنا في الصورة قبل قليل، حسين المقاوي أيضا اللاعب اللي شارك مع المنتخب السعودي أيضا في بطولة غرب آسيا، اللاعب المتميز أيضا حسين المقاوي، هنا جانب المشجع الفتحاوي الحاضر في هذه المباراة. الفتح أيها الأحبة الفريق اللي لعب 14 مباراة، هذه المباراة رقم 15 للفتح. نتذكر بأن الفتح اللي عنده مباراة مؤجلة طبعا أمام الأهلي ستلعب بإذن الله تعالى في شهر يناير القادم. الفتح لعب 14 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 3 وخسر، أو لم يخسر الفريق الفتحاوي، فاز في 11 وتعادل في 3، عنده 28 هدف وعليه 12 هدف
بالمناسبة الفتح هو أقوى خطوط الدفاع في الدوري، في حيث أنه سجل في مرمى 12 هدف فقط بالنسبة لفريق الفتح، الفريق اللي عنده 36 نقطة يحتل ويتصدر لدوري زين السعودي للمحترفين، الفريق اللي على أرضه لعب 8 مباريات فاز في 7 وتعادل في 1، خارج أرضه لعب 6 فاز 4 تعادل في 2، لذلك فريق الفتح على أرضه قوي وخارج أرضه أيضا قوي، ولو أن الفريق الذي تعادل في مناسبتين خارج أرضه كانت 1 أمام الفيصلي 0-0 وواحدة أمام النصر في الرياض أيضا 0-0، بينما التعادل اللي كان على أرضه كان من أمام النصر 1-1 في بداية الدوري. كرة ملعوبة، إلتون جوزين، عدنان فلاتة، التغطية عليه موجودة، رمية جانبية لمصلحة الشعلة، رمية جانبية للشعلة. ماذا عن وضع الشعلة وما هو حال الشعلة؟ الفريق الذي لعب 15 مباراة والآن يلعب مباراة 16 في الجولة 16، ما عنده أي مباراة مؤجلة، ما عنده تأخر، لعب 15 مباراة سابقة، فاز في 4 فقط وتعادل في 2، خسر 9 لها 19 هدف وعليه 30 هدف، نقاط 14 نقطة، وهو يحتل المركز العاشر، فارق كبير جدا بين الطرفين، الفوارق موجودة، الفوارق على مستوى الترتيب، على مستوى النقاط والأهداف موجودة بين الطرفين، لكن على مستوى 90 دقيقة أعتقد بأنها لن تكون حاضرة بشكل كبير، لأن الفريقين كل منهم يبحث عن النقاط. كرة ملعوبة عالية، عبد الله بشير بامتياز، اللاعب الذي اعتمد نفسه رسميا لدى السيد فتح الجبال وثبت نفسه في الخانة الأساسية، اللاعب الرائع عبد الله العواشير، اللاعب الذي يقول سعدت كثيرا عندما شاهدت اسمي منضما إلى قائمة المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس الخليج. هنا كرة عند حمدان الحمدان انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة الشعلة، لذلك عبد الله العواشير إلى جانب حارس المرمى وليد عبد الله، بالنسبة أيضا إلى جانب خالد شراحيلي، ثلاثي حراس المرمى مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج بمشيئة الله تعالى، البطولة التي ستقام في مملكة البحرين في 5 يناير القادم بحول الله تعالى. كرة ملعوبة إلى حسين المقهوي، عادت للشعلة، فهد المنيف، برج معوضة، فهد يلعب لك كرة، وصلت إلى حسن الطير، وصلت إلى الطير، الطير خطير، الطير خطير، وخطأ لمصلحة حسن أو لا، حكم اللي قال لم يحتسب شيء لكن موسيسوكو، والكرة عادت الآن لمصلحة الفتح في كرة كانت خطيرة للشعلة، اللاعب اللي يمتلك القدم اليسارية الأكثر من رائعة المغربي حسن الطير، لكن لم يصوب حسن، الكرة خلص سيسوكو، عادت إلى حسن، حالة أوفسايد، تسلل، ركلة حرة غير مباشرة بقرار حكم اللقاء خالد صلوي، خالد صلوي حكم اللقاء، هو اللي لم يحتسب خطأ لمصلحة اللاعب حسن الطير، اللاعب الذي كان يرى بأن اللقطة الماضية تستوجب خطأ لمصلحته. حنشوف الإعادة إن شاء الله، رمية جانبية لمصلحة الفتح، هذا لسان فاني، لاعب رائع جدا بالنسبة لي لتشكيلة هذا السيد محمد صلاح السيد المصري، كرة عند الدوري السلمو، خلصها مشعل العجمي إلى رمية جانبية أو ركلة ركنية للفتح. مباراة بين مدربين عربيين، نتحدث عن مدرستين عربيتين، واحدة تونسية وواحدة مصرية لكرة أفريقية هنا في الملاعب السعودية، ركلة ركنية عند إلتون جوزيلان، البرازيلي يرسل كرة عرضية للفتح لكن لا تتخلص، وعادت حسين قوية، تسديدة المقهوي انتهت إلى ركلة ركنية للفتح، المحاولة من عند هذا اللاعب اللي يحمل الرقم 8 اليوم الفتح اللي يغيب عنه ربيع السفياري وفهد أيضا السعود وأحمد الموسى، غيابات الفريق الفتحاوي في هذه المباراة، إلى جانب أيضا بدر النخلي اللي لا يبدو غير جاهز في هذه المباراة. كرة ملعوبة عرضية، خالد ناصر بامتياز يتحصل على الكرة الماضية، هذا الحارس خالد ناصر الذي أيضا يحسب له عندما صعد الشعلة إلى دوري زين السعودي للمحترفين، اللاعب خالد ناصر حارس المرمى، اللاعب اللي قدم أيضا مستويات كبيرة بالنسبة للفريق الفتحاوي في دوري الدرجة الأولى. كرة ملعوبة أو للمصلحة الشعلة، إلتون جوزين، سقوط في أرضية الملعب لقائد الفريق حمدان الحمدان، سلامات إن شاء الله لقائد الفريق
هذا اللاعب حمدان اللاعب المتميز احد مفاتيح اللعب الى جانب التجوزيه والى جانب ربيع السفياني، لكن احد هذه المفاتيح يغيب ويحضر من يحضر حسين المقهوي في هذه المباراه في التشكيله الاساسيه. كذلك نشاهد في هذه المباراه شادي ابو هشهش يلعب في قلب الدفاع، اللاعب الأردني هنا الخطأ أو اللقطة الماضية والاشتراك ما بين الأسنفاني وما بين أيضا اللاعب حمدان الحمدان. إذن كرة تصل لمصلحة الفتح في الناحية اليسار لحسين المقهوي. شوط مباراة أول أيها الأحبة، والتعادل السلبي لا زال قائم بين الفتح والشعلة في مباراة الجولة 16 من جولات دوري زين. كرة عادت الآن عند إلتون، لمسة يد على لسانفاني وبذلك خطأ لمصلحة البرازيلي إلتون جوزيه. البعض يقول بأن إلتون سبب وصول الفتح إلى هذه المرحلة هو تألق إلتون، وأنا مع هذا الكلام. صحيح بأن هذا الكلام لا ينقص من حق الآخرين، لكن إلتون جوزيه في الموسم الماضي عندما كان غائبا في أبرز مباريات الفتح دون إسلام، الله على هذه المحاولة، محاولة أولى هي الأخطر، هي الأخطر من دوريس سلم. وشوف الكرة العرضية من إلتون، يا سلام على الكرة العرضية، ما فيها أوفسايد، نعم، ورأسية دوريس والكرة إلى ركلة مرمى، القائم يتدخل، الكرة تنتهي إلى ركلة مرمى، مرت سليمة على مرمى الشعلة، مرت سليمة على مرمى خالد ناصر. دوريس سلمو كاد أن يفتتح التسجيل، الكونغولي كاد أن يسجل لكنها مرت سليمة، لكنها تنذر الشعلة، انذار، هذا أول انذار. كرة ملعوبة عند حسن الطير، حسن الطير بكل روح رياضية يخرج الكرة للسقوط في أرضية الملعب للاعب على ما يبدو بأن محمد الفهيد، سقوط آخر لأحد لاعبي الفتح. سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله. هذه الكرة الماضية والسقوط بعد الاشتراك الماضي فيما بين محمد الفهيد وأيضا لاعب برج معوضة. محمد صلاح مدرب مصري 16 مباراة، هذه المباراة رقم 16، درب الشعلة في كل المباريات. قال المدرب المصري المتواجد من الموسم الماضي أيضا مع الشعلة، اللاعب المدرب الرائع محمد صلاح، لكن نتائجه في الدوري حتى الآن ليست رائعة، ليست رائعة حقيقة بالنسبة للشعلة، الفريق الذي صعد وتوقع البعض بأن يكون حصانا أسودا للدوري، كذلك الحل الوحدة بصراحة، يعني الوحدة الذي يقع في مؤخرة الترتيب، والشعلة اللي في المركز العاشر، لذلك أمور الصاعدين ليست جيدة، لكن الشعلة أفضل حال بكل تأكيد، الشعلة حالة أفضل من بالنسبة للوحدة. كرة ملعوبة تصل خاطئة من شادي أبو هشهش، الكرة عند عبد الله فتاي، فتاي يحاول، التدخل موجود مبارك الأسمري، حمدان، فتاي يتحصل عليه اللاعب البحريني، رائع جدا عبد الله فتاي، الكرة موجودة الآن إلى الأمام بالنسبة لفريق الشعلة، الكرة إلى عبد الله الآن، فتاي في الناحية اليسرى، تمريرة عودة لمصلحة فريق الشعلة عند محمد القرني، لسانة فاني، العودة إلى الوراء بالنسبة لي أيضا اللاعب فليب، يلعب لك كرة عالية فليب، تصل سهلة لمصلحة عبد الله العويشير ولمصلحة فريق الفتح. خبر مفجع كان في الأيام القليلة الماضية عندما تلقينا خبر وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان رحمة الله عليه، خبر بالتأكيد بأنه أفجع الوسط الرياضي بشكل عام وأيضا الوسط الإعلامي بشكل خاص. وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان رحمة الله عليه، والله يرحم موتانا وموت المسلمين جميعا، قولوا آمين. ركلة مرمى إذا لمصلحة الشعلة، هذا فيليب وهذا حسن الطير، ومراقبة إلى شادي أبو هشهش اللاعب اللي يعوض غياب بدر النخلي في هذه المباراة. هذا المشجع الفتحاوي بطقوس خاصة. كرة ملعوبة الآن تصل إلى الأمام، خطأ، نعم خطأ لمصلحة حسين قهوي، سلامات لحسين، سلامات، خطأ إذن على برج معوضة قائد فريق الشعلة برج معوضة،
وخطأ لمصلحة فريق الفتح يحتسب حكم اللقاء خالد صلوي في هذه اللقطة الماضية. نعم قرار سليم، قرار سليم إذن، وخطأ لمصلحة حسين المقهوي، الخطأ لمصلحة الفتح. شوط مباراة أول، ربع ساعة عدت من زمن شوط المباراة الأول لهذا اللقاء أيها الأحبة. الفتح والشعلة ضمن الجولة 16 من جولات دوري زير السعودي المحترفين. 0-0، كرة ملعوبة من إلتون. الله على إلتون، هذا مجنون، هذا البرازيلي مجنون، هذا البرازيلي. الله يا إلتون، صوبها بقوة الكرة في الزاوية الصعبة على حارس المرمى. الله على إلتون، هذه لعبات إلتون، هذه ماركات إلتون، هذه لا يتقنها غير إلتون، اللاعب اللي يمتلك قدم يسارية. الله عليك يا إلتون، قدم اليسارية لا تدل طريقا غير طريق المرمى. يا سلام، يسرى قوية في المرمى من المجنون إلتون. يا سلام يا إلتون، الله على هذا البرازيلي، الله على هذا الممتع. كيف لا وهم يقولون بأنه سبب في إبداع ومواصلة إمتاع الفتح حتى الآن في هذا الدوري. يا سلام يا إلتون، إلتون جوزيه، هذا هو، هذا مطرب الفريق الفتحاوي، هذا كلمة السر، هذا شفرة الفتح، هذا هو، هذا هو. ومن غير إلتون، من غير إلتون، قوية يا محمد صلاح، الكرة وصلت في المرمى، استقرت في الشباك، هدف أول للفتح. جميل 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 من الرائع إلتون، هدف أول أروع من الروعة. إذن 1-0، وأجواء جماهيرية كبيرة الآن، تشجيع كبير جدا في 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 هذا الملعب. كرة ملعوبة الآن، خطأ لمصلحة الفتح، خطأ لمصلحة الفتح. يا عيني على الهدف الجميل، يا ليت إذا في فرصة يعيد المخرج مرة ثانية وثالثة ورابعة. في أهداف لو تشوفها مرة واثنين وثلاثة ما تمل منها، ما تمل منها. 17 دقيقة، الفتح يفتتح التسجيل، والشعلة يتأخر في النتيجة. 1-0 إذن عن طريق إلتون. كرة ملعوبة تصل بوشقرة، خطأ على بوشقرة، خطأ على بوشقرة. فتح الجبال يقول قبل المباراة 3 نقاط لن نخسرها، أريد الوصول إلى النقطة رقم 39، وهذا وبهذه النتيجة إذا ما فاز الفتح فإن سيوسع الفارق فيما بينه وفيما بين الهلال إلى 4 نقاط. كرة ملعوبة تصل برج معوضة، أضف إلى ذلك أن الفتح عنده مباراة مؤجلة أمام الأهلي، واليوم عندنا 3 مباريات، مباراة في هذا التوقيت، ومباراة التعاون والاتفاق في هذا التوقيت. يا سلام يا إلتون، خطأ لإلتون، خطأ لإلتون. كذلك في مساء هذا اليوم، في سهرة كروية ممتعة بين الأهلي والشباب في ملعب الشرائع، خطأ إذن لمصلحة الفتح ولمصلحة إلتون. شوف الكرة الماضية، يا سلام يا إلتون، يا سلام يا إلتون. الله على هذا اللاعب، ما يقدم من متعة كبيرة، ما يقدم من إضافة للدوري. كرة عرضية رأسية، دوريس، يا سلام يا سلام على الفتح، لكن حالة أوفسايد في اللقطة الماضية، حالة أوفسايد. سلامات يا إلتون،
سلامات يا إلتون. ما شاء الله عليك يا إلتون، ما شاء الله عليك يا إلتون. ودائما عندما يرى الشخص شيئا يعجبه فعليه أن يذكر الله، لأن العين حق، فقط هي ذكرى وللتذكير. فلذلك ما شاء الله على إلتون وعلى قدم إلتون، كرة ملعوبة عالية وإلى الأمام، رأسية من عدنان فلاتة تصل من جديد. محمد، الكرة وصلت إلى محمد القرني، رمية جانبية لمصلحته، على محمد الفهيد. إلتون جوزي يعود بالسلامة، صاحب الهدف الجميل وصاحب الأهداف الجميلة في هذا الدوري، صاحب الأهداف الجميلة، ويحق لهذا المدرج أن يفتخر بهذا الفريق، ويحق لهذه المدينة أن تفتخر بفريقها، أن تفتخر بفارسها، أن تفتخر بنموذجها، نموذجي. والله هذا الفريق ما يقدم في الدوري شيء مش طبيعي، ما يقدم. دوريس راسية، الكرة إلى ركلة مرمى. ما يقدم الفتح في الدوري سيبقى في الذاكرة بكل تأكيد، لأن فريق جالس يقدم نفسه بشكل أكثر من رائع، جالس في كل مباراة وأخرى يثبت بأن ليس محضا للصدفة، تواجده في هذا الترتيب ليس من باب الصدفة أو من باب المفاجأة، لا لا لا، الفتح يطمح إلى أكبر من ذلك. كرة ملعوبة إلى العواشير، إلى العواشير، هذا فهد المنيف اللاعب المعار من الشباب. يا سلام على الأجواء الجماهيرية، يا سلام يا سلام، أجواء رائعة في ظل هذه الشمس الساطعة، إلا أن الأجواء باردة للغاية. كرة ملعوبة تصل، مبارك الأسمري، عالية طويلة باتجاه إلتون، إلتون إلتون إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى، لا لا لا، قرار ركلة ركنية على يحيى الكعبي، ركلة ركنية عند إلتون. ممتع إلتون اليوم، يعيش أجمل أيام اليوم، يعيش أجمل مستوياته في هذا في هذه المباراة. وإذا ما جاك لاعبين مثل إلتون وهم في فورمتهم العالية حتستمتع. إلتون عرضية عالية راسية، كرة خلصها خلصها، وصلت في اليسار، عرضية من مبارك الأسمري، وسيسوكو إلى ركلة مرمى. يرجع سيسوكو إلى خانته، سيسوكو اللي عنده 23 سنة، ومن الفريقين المحترفين اللي عنده 23 سنة، عندك سيسوكو 23 سنة، وعندك أيضا لاعب الشعلة اللي هو فيليب عنده 23 سنة، لذلك قلبي الدفاع عندهم 23 سنة. خطأ للفهد وبطاقة صفراء. يا سلام على الأجواء الجماهيرية، رائعة رائع رائع، صوت المدرج هنا، إذا تعيشون كما نعيشها هنا نحن في أرضية هذا الملعب، هنا في هذا الملعب الأصوات الجماهيرية عالية جدا عالية جدا. أتمنى من الإخوة يصححوا الأسماء اللي تظهر على الشاشة. إلتون جوزي يرسل كرة عرضية راسية من حسين المقاوي، وصلت إلى حارس المرمى خالد ناصر، لأن اللي تو في الصورة اللي أخذ الكرت الأصفر ما هو عبد الله العبد الله، عبد الله العبد الله هذا لاعب ضمن دكة الاحتياط الفتحاوية، اللي أخذ الكرت ولا سان فاني. كرة ملعوبة عرضية عالية، أوفسايد، تسلل، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة هذا الأردني شادي بوهشش. أربع وعشرين دقيقة زمن شوط المباراة الأول، شوط أول ممتع جميل، في هدف عن طريق الجميل إلتون، الكرة تصل بوشقرة. إلتون بعد الهدف في هذه المباراة حتى الآن يرفع رصيده إلى 8 أهداف،
وبذلك يتقدم ويصبح رصيد نفس الرصيد من الأهداف بالنسبة لناصر الشمرالي. كرة عند حسين مقهوي بالرأس، الكرة تعود لمصلحة الشعلة لسانة فاني. كرة تصل إلى الناحية اليمين، تعود خاطئة، حسين مقهوي، تمريرة في وسط الملعب، إلتون جوزيه، عبد العزيز بوشقرة من الناحية اليمين الظهير يرسل كرة عالية طويلة باتجاه دوريس، لا هل دوريس ولا الحسين، انتهت من بوشقرة إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق الشعلة. 375,600 متفرج عدد الحضور الجماهيري في دوري زين، لكن راح يضاف للعدد في هذه المباراة أيضا، إلى جانب أن هدف إلتون جوزيه أيها الأحبة في هذه المباراة هو الهدف رقم 299 في الدوري في هذا الموسم. يا ترى من يكون صاحب الهدف رقم 300 يا عدنان؟ هل ستكون في هذه المباراة أم في مباراة التعاون والاتفاق؟ ويا ليت للزملاء يوفون بنتيجة التعاون والاتفاق. رمية جانبية تنفذ، فهد عرضية عالية تتخلص من سيسوكو، تصل، يا سلام يا لسانة فاني لسانة، الآن يلعب لك كرة خاطئة، تعود لمن جديد، يقاتل عليها لسانة لتصل، المحاولة، التمريرة، الكرة تقطع من عدنان فلاتة، تصل من جديد لمصلحة الشعلة، الفريق اللي يحاول أن يكون ردة فعله قبل نهاية هذا الشوط أن يعدل النتيجة. كرة تصل، حسين المقهوي بامتياز، عادت لحسين طويلة رأسية من جديد في وسط الملعب. شوط مباراة أول، 1-0، رأسية من مبارك، من حمدان، تعود من جديد، لم يخسر في الدوري ولا يريد أن يخسر في هذا الدوري. الفتح في الموسم الماضي الشباب حقق الدوري بدون أي خسارة، في الموسم ما قبل الماضي الهلال حقق الدوري بدون خسارة، إيش قصة الفوز بالدوري بدون أي خسارة؟ أي نعم بدري عن الحديث عن بطل الدوري، لكن موسمين ماضيين بطل الدوري بدون خسارة، الفتح حتى الآن بدون خسارة، ودوريس لكنه مش على الممتاز، حلوة من العجمي، يلعب لك كرة، تصل لحسن الطير، الطير الآن المغربي في وسط الملعب، عند محمد القرني إلى حسن القرني إلى لسانة، لسانة إلى برج، برج إلى لسانة من جديد، مشعل العجبي يلعب لك كرة عند فيليب اللي تحصل على بطاقة الصفراء، طبعا ليس لسانة فاري، فيليب اللي تحصل على بطاقة الصفراء، كرة ملعوبة من لسانة، حلوة كرة لسانة لكنها لم تصل إلى فهد منيف، وصلت إلى العويشير. صخب كبير في المدرجات، صوت عالي بصراحة، أتمنى أن يصلكم الصوت خلف الشاشات كما هو متواجد هنا بصوت عالي. حسن الطير، كرة إلى لسانة، تمريرة، تدخل، يا سلام يا حسين، يقطع الكرة، في كرة تصل إلى إلتون جوزيه، حتى الآن ردة فعل الشعلة بطيئة، ردة فعل الشعلة بطيئة، وصلت إلى السريع إلى إلتون عرضية، يا سلام، لكنها تتخلص، تعود إلى دوريس، سلموا إلى إلتون عرضية عالية من إلتون، حمدان رأسية، الكرة تسديدة، الله في دوري زين، الفتح زين، ويكملها حسين، الله على الفتح، الله على هذا الفارس، الله على هذا الفارس الذي يمتطيها
أجمل جواد. الله على الفتح روعته، على الفتح متعته، على الفتح ابداعاته، على الفتح قذائفه. يا سلام على الفتح، اضربوني أكثر من هذا، روعة أكثر من هذا. يا سلام يا حسين المقهوي، كرة قوية باليمين، هو حسين، هو حسين، واثنين للفتح لا شيء للشعلة. يا سلام يا مقهوي، هدف ثاني للفتح. يا لروعة هذا الفارس، يا لروعة هذا الفارس، والله يحق لمحافظة الأحساء أن تحتفل، أن تفتخر، أن ترفع رأسها عاليا بهذا الفريق. يا سلام يا سلام، أروع من كذا ما فيه، أحلى من كذا ما فيه. في مباراة المتصدر يريد استمرارية صدارته ويريد استمرارية روعته، الآن خطأ وركلة حرة مباشرة للفتح عند الطير. الطير هل يرد على إلتون وحسين؟ الطير الآن، أحسن مكهوي، لكنها تتخلص بالرأس، تتخلص وترجع للشعلة. مشعل، والله اشعلها الفتح من بدري، من بدري. حسين، يا سلام يا سلام على الطير، يا سلام، تسديدة لكنها تتخلص، وشادي مهشش إلى رمية جانبية. لا والله، لا والله، ما طلعت إلى رمية جانبية، أصبحت فتحوية. الروح تلعب دور لما يكون عندك فريق يملك من الروح، الإصرار، العزيمة، الرغبة، أمور وعوامل نفسية ممتازة، فريقك راح يمشي، راح يفوز. إذا يملك استقرار فني ومدرب رائع مثل فتح الجبال، واستقرار فني كبير، وشيء وعوامل تحسب لإدارة الفتح، بالتأكيد بأنه فريق أصبح يقطف الثمار، ثمار النجاح. نعم، زرع ومن زرع حصد. كرة ملعوبة تصل للشعلة، 32 دقيقة، فتحوية خالصة، زرقاء واضحة. كرة تصل، سقوط في أرضية الملعب لأحد لاعبي الفتح، وكرة تصل في الناحية اليسار، عرضية من يحيى كعبي ممتازة. الله، حسن الطير، راسية حسن بعد عرضية كانت بشكل حسن من يحيى، راسية من حسن رائعة. العارضة تدخلت مع أصحاب الأرض، مع أصحاب الدار. أوه، على المحاولة الماضية من حسن، راسية قوية، العارضة خلصت الكرة الماضية، كرة الطير. العويشير تقف مع العارضة جنبا إلى جنب، تقف مع العارضة، تخلص الكرة الماضية. النتيجة 2-0، تستمر على حالها يا طير، تستمر على حالها يا حسن. لم تتغير النتيجة بعد أن تقدم الفتح بهدفي إلتون وحسين. سلامات لمحمد الفهيد. شوف الجماهير الفتحوية هي الحدث في الشوط الأول بصراحة، يعني هي الحدث الأكبر. هذه راسية حسن ممتازة رائعة، كادت أن تعيد الشعلة إلى المباراة، لكن بعد هذه الراسية تضح بأن الشعلة قادر على العودة، قادر على العودة، ومتى ما عاد مع هذا السيد محمد صلاح. لكن حتى الآن التونسي يتفوق على المصري، التونسي يتفوق على المصري. سلم قهوي عالية طويلة باتجاه إلتون، راسية تتخلص من فيليب، تعود من جديد، لكن متعة، وآخر متعة في الشوط الأول للفتح بصراحة. كرة ملعوبة، يا سلام على المرور الجميل الأنيق، الكرة تعود من جديد
لمصلحة الشعلة. تقدم من الناحية اليمين، ارسل كرة عرضية سيسوكو، والعويشير يتحصل عليه بثبات. العويشير يتحصل عليه بوشقرة عالية. تعود من جديد لمصلحة برج معوضة، برج عالية من برج، تتخلص بالرأس من عدا فلاتة لتصل شادي بوهشش إلى عدنان. عالية إلتون رأسية دوريس، الكرة تتخلص وتعود إلى حسن الطير. رأسية من جديد، محمد القرني يبحث عن كرة عرضية، فضل التمرير، الكرة وصلت في ناحية اليمين عرضية لكنها تتخلص من سيسوكو إلى ركلة ركنية لمصلحة الشعلة. هذا كيمو، وهذا عبد الله فتاي اللاعب البحريني، وبطولة الخليج القادمة راح تكون في البحرين يا عبد الله. كرة ملعوبة، إشارة الحكم المساعد الأول أو هذا المساعد الثاني بإعادة تنفيذ الركلة الركنية عند حسن الطير. حسن عرضية عالية، خلصها ممتاز العويشير، خلص العويشير وسقط على أرضية الملعب. سلامات للعويشير، سلامات للعواشير. هذه العرضية الماضية، هذا إبعاد العواشير، كان في احتكاك بصراحة في اللقطة الماضية على ما يبدو فيما بين العواشير وفيما بين فيليب. نعم، لكن ما هو قرار حكم اللقاء؟ أصواتهم عالية المدرج. عرضية الآن من حسن خطيرة لعواشير، خلصها بقبضة يده، وصلت إلى حمدان. الحمدان يحاول، الحمدان طالت عليه، طالت عليه إلى رمية جانبية. قائد الفريق حمدان الحمدان، اللاعب الخلوق جدا بصراحة الرائع حمدان، يقول عندما تلعب مع فرق صاعدة قد تكون أو يكون مراسها أصعب، أصعب من الفرق الممتازة. كرة الآن عند إلتون، إلتون إلتون، سهلة هذه، سهلة هذه، سهلة وضعيفة إلى حارس المرمى. لما تلعب مع فريق صاعد قد تكون أصعب بعض الأحيان من أن تلعب مع فريق متواجد في الدوري الممتاز منذ سنوات ويطبق الاحتراف منذ سنوات، لأن الفريق الصاعد من دوري الدرجة الأولى يهلكك بصراحة، يتعبك في أرضية الملعب. لكن حتى الآن مع حمدان الفتح يتقدم بهدفين، كرة تصل الشعلة، الفريق القادم من محافظة الخرج، وحتى الآن لم يجد أي مخرج من هذه المباراة، المخارج مغلقة بالكامل. الوصول إلى مرمى العويشير يجب أن تتجاوز أكثر من نقطة تفتيش، وكل النقاط مغلقة. كرة تصل إلى مبارك حسين بوشقرة، إلى حسين، يا سلام على حسين، نجم الشوط الأول بصراحة، هو مع إلتون نجوم للشوط الأول. خطأ إذا لمصلحة الفتح، الخطأ على يحيى كعبي، رغم النقص والغياب الفتح لم يغيب، لم يغيب. إلتون إلى حارس المرمى، إلى حارس المرمى، غياب مثل ربيع سفياني أكيد بأنه مؤثر، لكن الفتح لا يبدو بأنه متأثر. إلتون الآن، يا سلام يا إلتون، الله عليك، كرة إلى حسين المقهوي الآن، عرضية باتجاه إلتون إلى حارس المرمى، إلى حارس المرمى. متفاهمين حسين وإلتون فيما بين الثنائي، ثنائي خط الوسط الرائع. كرة تصل لتعود إلى حسن الطير، الطير تأخر فيها كثيرا، تأخر فيها كثيرا، كرة عادت إلى برج محمد، إلى عبد الله فتاي، فتاي يلعب له كرة باتجاه الظهير الأيمن عبد العزيز عبد السلام، إلى فتاي يمر بامتياز، فتاي يمرر له كرة إلى حسن الطير، الطير إلى عبد السلام،
عبد العزيز يصوب كرة خلصها شادي وصلت إلى حمدان. الحمدان حمدان أحد المفاتيح لفرقة من الصعب أن تصل إلى مفتاحها، من الصعب أن تتحصل على مفتاحها الأول بالنسبة لفريق الفتح. حمدان يا سلام يا حمدان، كرة إلى إلتون، إلتون بالكعب شغال، إلتون شغال، إلتون مرة بالكعب مرة بالمرور مرة بالمهارة. حسين الآن، حسين المقاوي الآن، حسين في ناحية اليمين يحاول فيها، عادها عند أبو شقرة خاطئة من أبو شقرة، عادت إلى يحيى كعبي، مشعل العجمي، التشتيت موجود، الكرة تصل إلى مبارك، إلتون، حسين، إلتون، يا سلام، الله الله، اضربني يا فتح اضربني. وشكرا إلى ركلة ركنية، يا لها من متعة، الله لما تشوف هاتو خذ وانتو، كرات قصيرة ممررة بشكل جميل، طويلة رائعة، شيء حلو شيء ممتع. ومن النادر بصراحة ويا للأسف أن نشاهد في الدوري الكرات القصيرة الرائعة الصحيحة، نادر ما نشاهدها في الدوري. كرة عرضية عالية من إلتون، مرت سليمة، مرت سليمة يا إلتون، نويها على طريقة تيري وري، لكن الكرة مرت إلى ركلة مرمى، كدوية في المرمى إلتون، كنوية مخادعة إلتون، لكنها مرت سليمة على مرمى الشعلة. ركلة مرمى إذا لمصلحة الشعلة. آخر 4 دقائق على نهاية الشوط المباراة الأول، الفتح 2 الشعلة لا شيء، في شوط مباراة الأول بلون أزرق خالص، فرصة واحدة هي الأخطر فقط للشعلة، اللي هي كرة حسن الطير اللي بالرأس واللي تصدت لها عارضة العواشير. الكرة لا تعود عند شادي أبو هشهش، خطأ لها شادي، خطأ لشادي، والخطأ على اللاعب فهد المنيف، ولمصلحة هذا الأردني الدولي شادي أبو هشهش. يبقى حسن الطير هو هداف الشعلة ب6 أهداف، لكن اليوم يبدو بأن حتى الآن عاجز عن التهديف مع فريقه. خطأ إذن، خطأ على عبد العزيز عبد السلام، ولمصلحة المقاوي كرة تصل من جديد، التمريرة لبرج معوضة، معوضة يلعبها عالية، عدنان فلاته يعيدها إلى العواشير. هل ينتهي شوط المباراة الأول فتحويا؟ هذا ما يبدو وهذا الأقرب، إلا إذا، إلا إذا في كرة القدم ما فيها مستحيل، في كرة القدم التي لا تعترف بالمنطق أبدا، كرة عالية، العجمي عليه إخراج الكرة إلى رمية جانبية، نعم إخراجها إلى رمية جانبية، سلامات ليحيى كعبي بعد هذا التدخل الماضي من حمدان الحمدان، وسلامات ليحيى كعبي، سلامات ليحيى كعبي. نقطة جميلة في دوري زين السعودي المحترفين حتى الآن بعد مضي 16 جولة أو 15 جولة، 5 مباريات فقط انتهت بالتعادل السلبي، و20 مباراة انتهت بتعادل إيجابي، لكن نقطة حلوة أن 5 مباريات فقط انتهت بتعادل سلبي. بينما يبقى عدد البطاقات الصفراء بعد بطاقتين الصفراء في هذا اليوم إلى 377، وتبقى الركلات الجزائية التي لم تحضر في هذا اليوم وفي هذه المباراة حتى الآن. التي حضرت على ما يبدو في 9 كرة ملعوبة تمر إلى حمدان، مر حمدان، حكم اللقاء أعطى استمرارية لعب، بوشقرة عالية
باتجاه دورس رأسية إلى ركلة ركنية للفتح. ركلة ركنية للفتح. إلتون الذي يعيش واحد من أجمل مواسمه، كيف لا وهو يصل إلى هدف رقم 8، وهو يصل إلى أفضل أسيست أيضا من مع الفريق مع فريقه، ويقدم أرقاما جميلة وأداء عاليا، ودائما ما يتحدث بأن سعيد هنا. كرة عرضية عالية رأسية إلى ركلة ركنية للفتح. ركلة ركنية من جديد بعد كرة عرضية. التدخل كان من فيليب. كرة عند إلتون عرضية، خلصها خالد ناصر، وصلت مبارك إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى مبارك. كاد أن يأتي بالمباركة مبكرا. ركلة مرمى للشعلة. شوط مباراة أول، وقت الأصلي والطبيعي انتهى، كمل الوقت المحتسب بدل الضائع. كرة عرضية عالية، فهد المنيف، حسن الطير، كرة تعود لمصلحة الشعلة، تمريرة إلى برج معوضة في وسط الملعب. محمد القري، فهد إلى برج، الآن معوضة يلعب لك كرة خاطئة، عدنان فلات أيضا خاطئة لكنها مرت إلى حمدان، تدخل معها برج، حصل معوضة، معوضة من الناحية اليسار، الآن الكرة عند برج، يعيد الكرة إلى محمد القري، أو هذا عبد الله فتاي، فتاي مهارته عالية عبد الله فتاي لكنه بطيء، ليس سريع كهذا اللاعب. إلتون الآن، إلتون بعد انقطاع حسين، كرة وصلت إلى حمدان، الحمدان يلعب لك كرة باتجاه دورس، بعيدة عن دورس يا حمدان، مرت إلى عبد العزيز عبد السلام، مرت إلى عبد العزيز عبد السلام لمصلحة الشعلة. هل من هدف آخر؟ هل من حدث آخر قبل نهاية شوط المباراة الأول، أم أنهم سيذهبوا إلى 2-0؟ لا، دور السلام، دور السلام، أضاعها سلمو على غير العادة يا دورس، على غير العادة يا دورس، كاد أن ينهي الموضوع ويلقن الشعلة الدرس، لكنها مرت إلى ركلة مرمى. فرصة دوريس هي آخر حدث شوط المباراة الأول وآخر أحداث هذا الشوط.